اول ما هتوصل استراليا في كذا حاجه لازم تعملها في اول اسبوع ليك هنا. لو انت جاي على سيدني فانت هتوصل على سيدني انترناشونال ايربورت، مطار سيدني الدولي. ولو انت بقى جاي على ملبورن فانت هتوصل هنا ملبورن ايربورت. اول ما هتوصل وبغض النظر انت واصل على انهي ولايه هنا في استراليا، فانت محتاج تتحرك وتتنقل من المطار للاوتيل او السكن اللي انت حاجزه. في سيدني شبكه المواصلات هايله، المطار ليه محطة ترين باسمه وسهل جدا تاخد الترين من هناك لأي حتة في سيدني. أول ما تيجي هنا سيدني أول حاجة لازم تشتري الأوبل كارد، الكارت بتاع الترين ده، الكارت اللي احنا بنستخدمه عشان نركب بيه أي حاجة، أوتوبيسات، بس أوتوبيسات الترين، الفيري اللي هي العبارة، أي حاجة بنستخدم الكارت بتاع الأوبل دوت. فأول حاجة لازم تعملها أول ما تيجي هنا سيدني لازم تشتري الاوبل كارد اصلا عشان تعرف تتحرك في السيتي وتبقى الدنيا عندك سهله. اصلا عشان تخرج بره الايربورت، يعني عشان اخرج من المحطه دي لخط القطر اصلا واعرف اروح المكان اللي انا عايزه، لازم اصلا اشتري اوبل كارد. التكلفه بتاعت الكارت بتبقى ببلاش، انت بس بتاخده وبتشحنه. وهتلاقي محلات كتيره في كل حته في المطار، وفي منها هيكون اصلا كاتب وي سيل اوبل كارد هير، يعني احنا بنبيع كارت الاوبل ده هنا. لو انت بقى جاي على ملبورن فده اول مكان انت هتوصل عليه هنا، صاله الوصول تي 2، ده المكان اللي انت هتوصل عليه. تخرج المفروض من البوابة اللي ورايا دي لعالم تاني خالص. هنا في ملبورن للأسف ما عندناش خط ترين من المطار للسيتي، وهتحتاج بقى تيوز اللي هو تستخدم السكاي باس اللي هو اتوبيس كبير كده انت بتاخده من قدام المطار هنا، بيوصلك لواحدة من أكبر محطات القطر اللي موجودة هنا في ملبورن، ساوزن كروس ستيشن، واللي منها بقى بتبدأ تتحرك وتركب بقى الباص أو تركب الترين أو تركب الترام اللي هو يعتبر أشهر وأقدم ترام أو أقدم مواصلة موجودة هنا في ملبورن. يوم ما حاطين مكان هنا كده، المكان اللي انت بتحط فيه الكارت وهو بيقول لك بقى انت فيه قد ايه في الكارت بتاعك اصلا عشان تعرف تتحرك. لو مفيش يا اما بتعمل توب اب من اي كشك بره، يا اما بتعمل توب اب من اي واحده من المكان اللي موجود هنا دوت. تنقلاتك في سيدني كلها بتعملها هنا بالاوبل كارد. هنا في ملبورن عندنا في الماي كي، الماي كي ده نفس فكره الاوبل كارد بتاع سيدني، نفس الفكره بتجيبه من اي كشك او اي مكان في السيتي، او ممكن تجيبه حتى من المكنه اللي انت هتلاقيها هنا موجوده في قلب المطار. الكارت ده نفس فكره الاوبل كارد، بتشحنه او بتعمله زي التوب اب كده وبتركب بيه كل حاجه في ملبورن. تاني حاجة لازم تجيبها أول ما توصل هنا استراليا هي السيم كارد، شريحة التليفون المحمول. في استراليا هنا عندنا ثلاث شبكات محمول، عندنا تيلسترا وأوبتس وكمان فودافون. تيلسترا هي أحسن تغطية على مستوى استراليا كلها، وبالتالي هي أغلى شبكة في الاشتراك الشهري كمكالمات وباقات إنترنت، يليها بعد كده أوبتس في التغطية والسعر، وبعدهم بقى خالص تيجي فودافون. هي أرخص شبكة ولكن بتغطية وكفرج أقل شوية من أوبتس وتيلسترا. ارخص موبايل بلان هي فودافون، ولكن انا عن نفسي مختار اوبتس علشان هي تعتبر في النص كده، تغطيه كويسه جدا وفي نفس الوقت اسعار كويسه برضك. تيلسترا غاليه جدا، تغطيه كويسه بس غاليه جدا، وفودافون رخيصه بس تغطيتها مش احسن حاجه. بس هل ده معناه ان انا بنصحك يعني تبقى يعني تجيب اوبتس زي؟ لا ابدا. تعال اوريك بقى نصيحتي ليك هي ايه. لما هتوصل سيدني هتلاقي محلات للثلاث شبكات محمول، مالكش دعوه بيهم خالص. وبرده لما هتيجي توصل هنا ملبورن هتلاقي فودافون في اخر النفق هناك، وهتلاقي ورايا في ويلكم سنتر، ده زي انفورميشن سنتر كده بتسال منه على اي حاجه انت عايزها، وكمان هم بيبيعوا تيلستر اوبتس، بس برده مالكش دعوه بيهم خالص. نصيحتي ليك بقى انك تستنى لما توصل البلد او السيتي هنا وتروح لاي شوبينج سنتر مثلا زي كولز او وولورز او اي محلات من المحلات الصغيره اللي موجوده في السيتي زي 7-11 اللي انا فيه دلوقتي او ايزي مار. دول محلات كده زي كشاك صغيره بتبقى فاتحه 24 ساعه. لو رحت اي مكان من دول هتلاقي شركات تانية غير الثلاث شركات اوبتس وتيلسترا وفودافون، الشركات دي تبقى عامله عروض مع الشركات الكبيره اللي انا قلتهم دول، اشهرهم مثلا زي اميسم ودودو وبوست. الشركات دي بتكون عامله عروض معاهم باسعار قليله، مثلا اميسم ديت عامله عرض 70 جيجا ب $30 مع اوبتس، فلو انت كنت مع اوبتس نفسها هتدفع مثلا $50، فانت هتوفر وهتاخد نفس الامتيازات. ده غير ان الشركات الصغيره دي كمان بتبقى عامله عروض او دقائق مجانيه لبلاد كتيره قوي في العالم، فخد وقتك وقارن العروض علشان تعرف تختار صح. كل حاجه هنا في استراليا بتمشي بالكريدت كارد، قليل قوي لما هتلاقي حد هنا ماشي في البلد ومعاه كاشات في ايده. ثالث حاجة بقى لازم تعملها لما توصل هنا استراليا انك تفتح حساب بنكي، والبنوك هنا مفيش اكتر منها. من اشهر البنوك هنا عندك ANZ بانك وعندك ويست بانك وعندك البنك الاكبر هنا في استراليا
البنك اللي ورايا هنا Commonwealth Bank، ده واحد من اشهر البنوك اللي موجوده هنا واقدمها، وده البنك اصلا اللي انا مستخدمه. يعني ممكن تيجي هنا تفتح حساب في البنك دوت او في اي بنك تاني وتطلع الكريدت كارد الخاص بيك. السنتر لينك هو من اهم الاماكن الحكوميه، من اهم ايه ده، هو اهم مكان اصلا انت هتزوره اول ما توصل هنا استراليا. كل حاجه عايز تقدم عليها من الميديكير والتامين الصحي والفاميلي سبورت، كل انواع الاعانه اللي الحكومه هنا بتقدمها للمهاجرين الجدد او الناس اللي لسه مش بتشتغل او اللي خسرت شغلها بسبب الكورونا، كمان التي اف ان التاكس فايل نمبر رقمك الضريبي ده لازم يكون معاك علشان تشتغل هنا اصلا في استراليا. كل الحاجات دي انت ممكن تطلعها هنا من السنتر لينك. السنتر لينك بتروح بالباسبور بتاعك وبالايميل بتاع الفيزا او الستاتس اللي انت قاعد عليها هنا في استراليا، سواء طالب او لاجئ او مقيم هنا. التي اف ان التاكس فايل نمبر ده بيطلع لك في نفس اليوم، اما الكارت بتاع الميديكير، الكارت بتاع التامين الصحي ده، وكمان دفعات السنتر لينك، الاعانه اللي الحكومه بتقدمها هنا للناس اللي جايه جديد خصوصا اللي معاهم اطفال، ممكن تاخد لها من 10 ايام لاسبوعين على ما توصل لك على العنوان بتاعك. لما توصل لاستراليا رخصتك اللي انت جاي بيها هنا ممكن تسوق بيها فترة من 3 شهور ل6 شهور على حسب الولاية اللي انت جاي عليها، ولكن بعد فترة بقى لازم تبدأ تطلع رخصة استرالية اللي هي بيسموها هنا Australian Driving License. في سيدني في سيرفيس نيو ساوث ويلز، ولكن في ملبورن ولاية فيكتوريا في عندنا فيك رودز اللي ورايا دي، ودول زي مصلحتين حكوميتين، كل حاجة بقى خاصة بالعربيات والرخص زي مصلحة المرور مثلا كده عندنا في مصر. بتحجز امتحان سواقة، امتحان درايف تيست، من على الموقع او الويب سايت بتاعهم حسب الولاية بقى اللي انت قاعد فيها، ولما بيجي وقت امتحانك بتيجي هنا بقى سواء بعربيتك او بعربية المدرسة اللي انت اوريدي كنت بتمتحن فيها يعني السواقة لما وصلت هنا استراليا، وساعتها بيخرج معاك ممتحن من السنتر اللي انت هتحجز فيه دوت، يعني يمتحنك كده ويمشيك على كذا طريق ويشوف انت الدنيا عندك ايه في اختبار السواقه، السكيلز والقواعد والحاجات دي كلها، ولو نجحت ساعتها بيديك الرخصه اللي انت هتسوق بيها هنا. الرخصه هنا في استراليا مهمه جدا لان هي تعتبر الاي دي بتاعك زي بطاقتك كده، ما ينفعش تمشي من غيرها. لو حبيت تثبت هويتك لاي حد مش معقوله طول الوقت وكل مره تخرج فيها من بيتك هتخرج بالباسبور بتاعك، ده غير ان هي هتساعدك جامد جدا ان هي تشتري عربيه ليك، اول عربيه ليك باسمك انت. اكيد الاي دي الاسترالي او البطاقه اللي موجوده هنا في استراليا بعنوانك وبياناتك هتخلي الناس تثق فيك اكتر بكتير من اي باسبور اجنبي. لو انت وصلت استراليا لسه واصل زي اغلب المهاجرين هنا، معكش اي فرص شغل او مش مظبط اي شغل قبل ما توصل، مهم قوي انك تروح التيف لو انت قاعد في سيدني، او كانجان انستيتيوت لو انت موجود هنا في ملبورن. طبعا هو الدنيا فاضيه دلوقتي، انا في الكافيتيريا مفيش اي حد، الدنيا هو خالص لان لسه اللي احنا في الاجازه يعتبر. المكانين دول زي معاهد كده او كليات صغيره الحكومه عاملاهم، المكانين دول بيعملوا كورسات مهمه جدا للمهاجرين اللي لسه واصلين استراليا، تفهمهم ويشرح لهم فيها ازاي يكتبوا السي في، وازاي كمان يدوروا على شغل في الماركت الاسترالي، تفهمهم احتياجات الماركت، وازاي يعملوا علاقات، وازاي يتعرفوا على ناس، وازاي كمان يقدموا على شغل. خليني كده اروح حته فيها ضله. ازاي يقدموا على شغل. اهم كورس بيعملوه المعاهدين دول حاجه اسمها سكيل ماكس، وده كورس ببلاش فاش فيه اي مليم، بيعلمك الحاجتين دول، كتابه السي في، ازاي تدور على شغل. المعاهد دي اساسيه بتبقى معموله مش كليات كبيره، يعني مش مثلا هندسه طب الحاجات دي، بس بيتعلم فيها الحرف زي مثلا الميكانيكا، الحاجات اللي هي الحرف كلها بتتعلمها هنا، ما بتروحش جامعات كبيره، وكمان بتعلمك انجليزي وشويه حاجات تانية. لو جيتوا بصيتوا هنا كده هتلاقوا دي، انا جوه المعهد بس مش هينفع اخش يعني جوه، هنا في زي مطور او حاجه، فهي مينلي المعاهد دي معموله للحاجات العملي اللي هو اشهرهم مثلا الميكانيكيه او كده، الصناعيه بصفه عامه، سباكين، نجارين، كل الحاجات دي بتتعمل هنا. هنا في زي مطور او حاجه، فهم بيعلموا الناس ازاي يركبوا ويفكوا كل الحاجات العمليه هنا.
مش عارف صح، خلينا احاول كده اخش. طبعا انت كل حاجه ممكن تعملها اونلاين، مش محتاج ان انت تيجي هنا، يعني بتحجز الكورسات وكل حاجه، وهم بيتواصلوا معاك زي ما انا كنت عملت قبل كده، بس هو زي كامبس كده، مش جامعه كبيره، بس في نفس الوقت هو يعني زي جامعه صغيره كده. انا مستغرب الصراحه ان مفيش اي حد هنا يعني، بس كانيجان انستيتيوت في ملبورن والتيف في سيدني. حاجة أخيرة بقى، أول كام شهر ليك هنا ممكن تجيلك مكالمات تهديد وكلها هتحس إن هي رسائل مسجلة. أيوة زي دي كده، كلها تكون رسائل مسجلة. مجرد ما بترفع السماعة هتلاقي كده في صوت أوتوماتيك بيشتغل، مش هيتكلم معاك، هيبقى بيقولك رسالة. كل المكالمات دي بتبقى سكامينج، عمليات نصب واحتيال، بتتعمل على الناس كلها، خصوصا المهاجرين وكبار السن، لان الناس دي هي اللي بتخاف يعني. المكالمات دي بتتبعت للناس على مدى السنه، وكلها بتكون رسائل مسجله، وبتكون كلها عباره عن عمليات اللي هو انت مثلا متاخر من الضرايب، عليك فلوس للضرايب، لو ما دفعتش الفلوس اللي عليك دي، يا اما ان احنا هنعمل زي مذكره اعتقال كده باسمك، او هنعمل زي هنبعت لك البوليس مثلا عنوان بتاعك. كل الحاجات دي بتتعمل. الناس بقى اللي هي بتخاف اكتر الناس الكبيره في السن والناس اللي هم لسه واصلين، دول اللي بيخافوا لان هم مش عارفين لسه القوانين بتاعت البلد. فلو جات لك مكالمه، اي مكالمه من المكالمات دي، على طول اقفل السكه في وشهم. لو الاي تي او اللي هي المصلحه بتاعت الضرايب هنا حابه تتواصل معاك عشان حاجه زي كده في المستقبل، يا اما هيتواصلوا معاك عن طريق الميل مثلا، هيبعتوا لك ميل على عنوانك بريد يعني، او هيتواصلوا معاك عن طريق ماي جاف، ده الموقع بتاع الحكومه اللي انت بقى بتلينك عليه كل حاجه خاصه بيك، الميديكير، كارت التامين الطبي، السنتر لينك اللي هو الدفعات بتاعتك، الاي تي او اللي هو الضرايب اللي انت بتدفعها، كل ده بتلينكوا على ماي جاف. هم هيبعتوا لك رسائل يا اما على ماي جاف ده، يا اما بالبريد لو حبوا يتواصلوا معاك. بالنسبه للسكن، حاول تحجز على اير بي ان بي فتره اول اسبوع او الاسبوعين من وصولك هنا، لحد بس ما تعرف تلاقي سكن خاص ليك انت ولعيلتك. دي كانت كل الحاجات الأساسية اللي انت المفروض تعملها أول ما توصل في أول أسبوع ليك هنا في استراليا. الحاجات دي مجرد ما تعملها هتسهل عليك الدنيا جدا بعد كده، من انك تعرف تلاقي أول سكن ليك خاص بيك انت وعيلتك هنا، كمان هتسهل عليك انت تعرف تلاقي أول شغل ليك في مجالك برضو هنا في استراليا، وتبدأ بقى رحلتك هنا في البلد. البلد فعلا هايلة جدا، لو ربنا كرم وعرفت ان شاء الله تيجي هنا سواء لوحدك أو معاك عيلة، عمرك ان شاء الله ما هتندم على الخطوة دي. ده كان فيديو النهاردة، وبالتوفيق جدا ليكم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد، وسلام.